أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشيت الصحافة، وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيف الإعلامي حسين عبد الرحمن. حياك الله معنا في ماشيت الخميس. أهلا وسهلا فيكم وسعود وفي مشاهدين تلفزيون دولة الكويت أينما كان. نعم، وأيضا أرحب مشاهدينا معكم وبضيفي الرسام الكاريكاتير محمد ثلاب. حياك الله معنا في الاستديو. يا هلا، صبحكم الله بالخير. إذن مشاهدينا، البداية من صحيفة النهار التي نقلت قول اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، إنها ستعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من الأحد المقبل بشأن السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لكورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول للمجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن 6000 متر مربع، وصلت المطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات. أما في صحيفة القبس، ذكرت أن تسجيل زيادات غير مسبوقة في أعداد المصابين بكورونا فرض على السلطات الصحية في البلاد ضرورة التأهب لما هو أسوأ، ورسم سيناريوهات للتعامل مع تردي الوضع الوبائي في ظل دخول متحورات للفيروس إلى البلاد. نقف عند هذا الخبر مع ضيف الإعلامي حسين عبد الرحمن. يعني حتى نتجاوز السيناريو الأسوأ، ما هي رسالتك في هذا الشأن؟ أخوي سعود، حي ضيفك فنان مبدع محمد ثلاب. حقيقة إجابة على سؤالك أخوي سعود، يجب أن نعرف بأن هذا الوباء عالمي، ودول كبيرة كالولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا كلها وفرنسا بعظمتها بكل ما تملكه من كوادر طبية وأسلحة ومعدات وكل أشياء طبية، هذه يعني عجزت عن مكافحة هذا الوباء إلا بتطبيق القانون وبالحزم في تطبيق القانون وبالعمل على يعني تصدي لهذا الوباء. لذلك احنا في الكويت حقيقة قاعد نمشي على نمط ممتاز جدا، وتوفر اللقاح موجود، ولكن السبب الكبير ان بعض الأخوة اللي يعني رافضين ان ياخذون هذا اللقاح، ويعني بالإضافة إلى أنهم رافضين يأخذون هذا اللقاح لكي يحموا المجتمع، إذا ما يبون يحموا نفسهم يحموا المجتمع، وبالتالي أنا أعتقد إن يعني عدم أخذهم اللقاح هو يهدد الأمن الصحي بالبلد، والأمن الصحي بالبلد هو مطلوب كلنا نتعاون فيه، هذه ما فيها مثل ما نقول غشبرة أو إننا نتساهل فيه. لذلك يعني الخطورة في أن نتهاون ولا نتقيد بالشروط الصحية، مثلا عدم سداد وضع الكمام أو غسل اليدين أو المشاركة في التجمعات كالأعراس والأمور هذه كلها، هذه والدواوين المخفية اللي يعني يكون فيها. أعتقد أخوي سعود يعني أن إحنا حقيقة إذا لا سمح الله إذا لم نتقيد بذلك وزادت الأعداد وزادت أرقام غرف العناية المركزة، سنتجه إلى يعني استخدام وسائل المربع الأول، وهو بفرض الحظر الجزئي أو الكلي على الكويت من أجل حماية المجتمع، لأن صحة المواطن يهمنا جدا والأمن الصحي مطلوب. لذلك علينا إحنا يعني أن نلتزم بالقوانين، نلتزم بقى مثل ما أوروبا يعني بريطانيا وفرنسا وكلهم هذا يعني التزموا الناس، وبالتالي بالتدريج خف عليهم الإجراءات الصحية. وبعد أن قلت الأرقام، اليوم الأرقام قاعد تزيد عندنا أخوي سعود، الزيادة هذه مخيفة جدا، والكوادر الطبية عددهم معروف وحجمهم معروف، ما نقدر احنا يعني نروح كل مره ونجيب نلقى كوادر طبيه ونجيبهم على ما يتاقلمون، وبالتالي زياده المصابين في العنايه المركزه واللي موجودين نتمنى لهم الشفاء ان شاء الله ويخرجون من العنايه المركزه ويعودون الى اهلهم بسلام، هذه الزياده في العنايه المركزه مخيفه جدا، تخيف الهيئه الطبيه. لذلك علينا احنا كلنا مجتمع، مسؤوليه المواطن ان يدافع عن صحته بان يعني لا يشارك في يعني في التجمعات او في الدواوين او ذهاب الى الاعراس، هذه امور يعني تزيد
مخاوف انتشار الوباء اكثر، وخاصه ان نعرف ان هذا الوباء قاعد يتحور، يعني صحيح. كل مره قاعد يتحور بطريقه وكل مره قاعد يتحور باسلوب، بالتالي يعني الطب مش قادر يلحق يعني نتائجه. صحيح عندنا تطعيم، لابد ان احنا نطعم، يعني تطعيم حقيقه خطوه وقائيه، واعتقد ان الدوله قد تضطر في يعني وفق قانون رقم 8 على 69 وقانون الصحه الوقائيه، يعني تستطيع ان يعني تلزم وتجبر الناس، يعني هذا القانون يكفل للسلطات الصحيه باتخاذ اجراءات ما تراه مناسبا حتى في دخول البيوت، يعني دون اذن من نيابه كما نعرف، لان السلطات الصحيه والقانون يهلك حمايه المجتمع، حمايه مش وزاره الصحه ولا وزير الصحه ولا الطبيب، لا، حمايه المجتمع هو دور المواطن، هو لازم يقوم بالدور هذا، لان هذا الوباء سعود جدا جدا نعم. وضع خطر ولا يمكن نتساهل معه نعم. وبالتالي التطبيق بحزم في الاجراءات. انا عجبني خبر ان يعني الشرطه راح يكونون موجودين امام لا نعم لمنع الدخول الغير المطاعمين الى يعني المجمعات التجاريه. يعني هذا يدل على ان يعني المواطن اللي مو مطعم جاي يدخل مجمع، هذا انا مو بس ممنعه، هذا انا اوقفه وعاقبه، لانه جاي يرتكب جريمه بحق الناس الثانيين. صحيح ما ندري هذا مصاب ومصاب، خاصه مو مطعم يعني نعم. وبالتالي يجب ان نتخذ اجراءات بحقهم، يعني نعم. ما نخلي شرطي على الباب، اكو شرطي داخل كل انسان مواطن لازم يكون انه يدري سلامه المجتمع، سلامه اولاده واسرته نعم. بالتالي يعني حتى وجود الشرطه انا يعني في امام المجمعات اقول هذا يعني هذا اخر وسيله، اخر دواء الكي يعني مثل ما نقول نعم. بالتالي يعني احنا علينا نتعاون سعود، احنا مسؤوليتنا مسؤوليه مجتمعيه، مسؤوليتنا كلنا في ان نتصدى لهذا الوباء اللي حقيقه فتك في كثير من احبابنا، فقدنا كثير خلال السنه الماضيه، كثير من احبابنا واصدقائنا وربعنا يعني كنا فقدناهم بسبب هذا الوباء نعم. نتمنى يعني الالتزام بالقانون، نتمنى ان يكون هناك رادع ايضا من الدوله في عمليه يعني التصدي لهذا الوباء نعم. في صحيفة الجريدة مشاهدينا عنونت طلبة الأدب والدين ينهون اختباراتهم اليوم، تعليمات مشددة بالحرص على الدقة في التصحيح وتطبيق مبدأ الرأفة مع الطلبة. وعنوان آخر في صحيفة الرأي، التأمينات تستمر في أدائها القياسي ب 16.5% عوائد استثمارية، المؤسسة سجلت ارتفاعا في أصول محفظتها ب 23.1 مليار دولار. ونقرأ في صحيفة الأنباء، المؤشر يرتفع مجددا والكهرباء تدعو إلى الترشيد، وبلغ الاستهلاك الأقصى 14350 ميجاوات عند درجة حرارة 47 مئوية. ننتقل إلى عنوان آخر في صحيفة الكويتية، سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى الكويت يعقدون اجتماعهم التنسيقي الثاني. في صحيفة الصباح، تناول تحذير بنك الكويت المركزي مما يعرف بتكيش القروض لما تنطوي عليه هذه الممارسة على العديد من المحاذير، من بينها تقديم مستندات مزورة وتوقيع المقترض على مستندات لمصلحة وسيط قد تعرضه للسجن. خبر آخر في صحيفة السياسة، حول تصدر منطقة الوصيب، قائمة 15 مدينة سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما حلت 7 مناطق أخرى في الكويت بمراتب مختلفة ضمن القائمة. ونشر موقع إلدواردو ويذر الدولي المتخصص في رصد درجات الحرارة أمس هذه القائمة، التي ضمت إلى جانب المناطق الكويتية 3 مدن عراقية و4 إيرانية. مشاهدينا، ماشية الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وإياكم إلى الصحف العربية والعالمية. أبرزت مجلة نيوزويك في صفحتها الرئيسية هذا العنوان، فلاديمير بوتين يحذر من حوادث لا يمكن التنبؤ بها. قالت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى سفنها أطلقت طلقات تحذيرية على سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية لأنها انتهكت المياه الروسية. جاء دعاء موسكو الذي نفته وزارة الدفاع البريطانية في اليوم الذي انتقد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود
من بلاده، والذي قال إنه قد يؤدي إلى حوادث غير متوقعة. من جانبها أوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة البحرية الملكية تقوم بعبور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية وفقا للقانون الدولي. إذن روسيا تعلن إطلاق نيران تحذيرية على سفينة حربية بريطانية، بينما لندن تنفي، يعني بين التأكيد والنفي وتحذير بوتين، ما أبعاد هذه الرسائل؟ يعني هي الآن ما نسميه أخي سعود بالحرب الباردة، حرب الكلامية وحرب الإعلان وحرب نفي الخبر وتأكيد الخبر، وبالتالي يعني المعلومة كلها الآن ببريطانيا. بريطانيا تقول لم تطلق علينا قذائف. أنا ما أعتقد أن العملية غير لم تكون مراقبة من قبل القطع الملكية البحرية الأمريكية التي تملك كاميرات حولها يعني، وبالتالي تستطيع أن تراقب كل ما هو حول موجود لو تم إطلاق نار. وكذلك يعني روسيا طبعا قالت هذه طلقات تحذيرية يعني الابتعاد عن المنطقة المحظورة اللي هي المياه الإقليمية. روسيا تدعي وتقول بأن السفينة الحربية الملكية البريطانية دخلت في حدود 3 كيلو متر داخل المياه الإقليمية كانت جاية من أوكرانيا. هي حقيقة يعني استفزاز أوروبي لروسيا بعد يعني تصميمهم على مضي قدما في تضييق الخناق على روسيا من خلال الإجراءات الموجودة سواء كانت اقتصادية أو سياسية، والآن هم الحربية هذه نوع من تضييق الخناق، وخاصة أن الصراع في أوكرانيا صراع كبير جدا. أوروبا تضغط وتحمي أوكرانيا، ولكن روسيا أيضا لها مصالح في أوكرانيا وفي المياه الإقليمية الأوكرانية، وبالتالي يعني روسيا إذا أطلقت هذه التحذيرات فيمكن أن تكون هي يعني محقة في ذلك، لأن حماية مياه حماية. ولكن أنا ما أعتقد أن السفينة الملكية البريطانية يعني تخترق المياه الإقليمية الروسية، وبالتالي يعني لو دخلت خطأ ممكن تحذرها دون طلقات تحذيرية، أن ترسل لها يعني قطع صغيرة جدا وتنبهها بالخروج، وهذا كان ممكن يتم له. لكن حقيقة هي مناوشات خفيفة بدأت الآن في موضوع الحرب الباردة مع روسيا. نعم. وإن شاء الله تكون هذه الطلقات يعني لا تتكرر مرة ثانية، لأن أي حرب تندلع في هذه المنطقة راح تكون ضرر كبير على المنطقة الشرق الأوسط. نعم. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الانتخابات المقررة في كل أنحاء ليبيا التي تعصف بها الحرب في 24 ديسمبر في خطر. التصريح نشرته صحيفة الشروق المصرية، ونقلت عن غوتيريش قوله في خطاب عبر الفيديو في بداية المؤتمر الثاني بشأن ليبيا في برلين إنه من أجل تحقيق هذا الهدف فإنه يحث مجلس النواب الليبي على توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وتبني التشريع اللازم، كما يحث السلطة التنفيذية المؤقتة على تقديم الدعم بما في ذلك الموارد المادية للجنة الانتخابية الوطنية العليا. إذن الانتخابات في ليبيا أستاذ حسين في خطر، خاصة مع تحركات الأخيرة لقوات حفتر خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. هل سيكون لمؤتمر برلين قرارات تبعد هذا الخطر الداهم؟ أخ سعود خلينا نلاحظ ملاحظة جدا يعني مهمة في موضوع ليبيا، أن الاجتماع عقد في برلين. نتساءل نحن كمواطنين ويهمنا موضوع ليبيا، يهمنا أمنها واستقرارها، أن لماذا لم تعقد هذه الاجتماعات في جامعة الدول العربية؟ يعني حل المعضلة الليبية تكون في برلين ولم تكن في أي من العواصم العربية، وبالتالي نحن في الدول العربية يعني دفعنا أو تمكين الشعب الليبي من التحكم في يعني ثروته وفي مقدراته وفي حياته، كان يجب نساهم بدور أكبر من ذلك في هذا. عموما يعني الأمم المتحدة الآن تتدخل وهي يعني مع الحكومة الشرعية المعترف فيها دوليا، وهذا الصراع موجود، صراع يعني كثيرين موجودين داخل ليبيا. مشكلة ليبيا ليس بالشعب الليبي، مشكلة ليبيا كما يقول يعني تقول الأمم المتحدة وكل الخبراء الدوليين، مشكلتهم في المرتزقة الموجودين داخل ليبيا اللي جايين يقاتلون من أطراف أخرى
للاستفادة من نفط ليبيا وتصديرها دون أي رقيب أو كذا. وبالتالي هذه القوات المرتزقة الموجودين جايين إلى ليبيا حقيقة جايين هم جزء كبير من سبب الحرب الأهلية واستمرار الحرب الأهلية بين الفرقاء الليبيين. لو تركنا الموضوع الليبي لشأنهم الخاص فممكن أن قد تحل المشكلة في 24 ديسمبر المقبل حيث مقرر لجنة الانتخابات تجرى. لذلك أنطونيو الأمين عام الأمم المتحدة طلب منهم أن من مجلس النواب ومجلس الشعب الليبي أن يتخذ إجراءات جدا سريعة وتشريعات يصدر تشريعات حتى يتم الانتخابات بظل إجراءات سليمة في 24 ديسمبر المقبل وتكون هناك حكومة منتخبة وتعود الطرق إلى بعضها. وبالتالي مطلوب من الفرقاء في ليبيا أن يتصالحوا مع بعضهم. يعني أنا أعتقد أن لا يمكن أن تأتي دول تبي تصالح الشعب الليبي إذا هم ما كانوا متفقين معهم. نعم. كل هذه الدول التي تأتي لليبيا تريد أن تحافظ على مصالحها سواء كان مصالح اقتصادية، مصالح نفطية، مصالح موقع احتلال، موقع جغرافي. وبالتالي يعني كان الله في عون الليبيين، الصراع داخل بين الليبيين وبالتالي هم يجب أن تصالحوا حتى يطردوا كل اللي موجودين. نعم، على الأراضي أن يتم الليبيا. الاستقرار والأمان في ليبيا. إذن مشاهدينا نقف معنا في الاستديو ومع ضيفي رسام الكاريكاتير محمد ثلاب وشوف شنو آخر رسمة الكاريكاتير لهذا اليوم وعن موضوعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم عن اللقاح وأنه يعني هو جزء من الحل الأقوى للقضاء على هذا الوباء، ونتمنى من الجميع التعاون على يعني التطعيم، أن يكون هناك نسبة عالية من التطعيم للقضاء على هذا الوباء. سوينا الكاريكاتير بشكل مختصر. نعم. إن شاء الله نشوفها بعد في نهاية في ختام الحلقة إن شاء الله نعود إليك مرة أخرى. مشاهدينا، صحيفة الشرق القطرية قالت أن شركة أسترازينيكا أصدرت بيانا قالت فيه أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 فعال في الوقاية من سلالتي دلتا وكابا المتحورتين من فيروس كورونا اللتين ظهرتا للمرة الأولى في الهند. وأشار البيان فيه إلى دراسة أعدتها جامعة أوكسفورد ودرست قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد سلالتي دلتا وكابا. وصفت صحيفة وول ستريت جورنال موقف كوريا الشمالية بشأن المحادثات النووية بأنه توبيخ من نظام كيم جونغ أون هذا العام لجهود إدارة بايدن للتواصل. وأشارت الصحيفة إلى رفض الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما إجراء مفاوضات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، راغبة في أن تظهر بيونغ يانغ أولا التزامها بالتخلي عن ترساناتها النووية أو مواجهة العزلة. الآن عنوان نظام كيم هو الصمود حسب تعليق وول ستريت جورنال التي نقلت عن دانييل راسل المسؤول الأعلى في وزارة الخارجية لآسيا خلال إدارة أوباما قوله إنه تكتيك راسخ للكوريين الشماليين. وأيضا في نفس الموضوع تناولت صحيفة الشرق الأوسط إذ نقلت عن وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون جون قوله أمس الأربعاء إن بلاده لا تبحث إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة، وأضاف في بيان أنهم لا يفكرون حتى في إمكانية إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة ناهيك عن إجرائه وهو ما لن يحقق لهم أي شيء وإنما سيضع فقط وقتا ثمينا. جاءت تصريحاته بعدما قال المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بكوريا الشمالية يوم الاثنين أنه يتطلع إلى رد إيجابي قريبا بشأن الحوار مع بيونغ يانغ. إذن هل من تفسير لهذا الجدل بين بيونغ يانغ وواشنطن حسين؟ يعني أنا حقيقة شايف إدارة بايدن الآن يعني بدأت تغازل الرئيس كوريا الشمالية اللي أنا شخصيا أشوفه الرئيس مناكف للولايات المتحدة، ويعني المغازلة بدت وخاصة أن تريد أن إدارة جديدة تفتح مع كوريا الشمالية باب التفاوض، باب الدخول المفاوضات، لأن أيضا ترامب جلس مع واجتمع مع الرئيس الكوري جيم وبالتالي تم مباحثات. الآن يدور بايدن أعتقد هم
يعني الإجراء اللي اتخذته يعني كوريا الشمالية بعدم الرد عليهم، واليعني يعني كلموهم بكبرياء الكوريين، يعني بكبرياء الكوريين الذين يملكون القنبلة النووية ويملكون يعني ذراع القوي في القنبلة النووية، ويملكون يعني حكم نقدر نقول عنه شوية استبدادي في البلد. لذلك شوف يعني محاولة أمريكا من خلال مبعوثينها للتواصل والتفاهم، وأيضا ذهبوا الأمريكان ذهبوا إلى كوريا الجنوبية سيول لكي يكونوا قريبين من الشمال، محاولة التفاهم معهم. لكن الكوريين يعني معروفين شماليين، معروفين أنهم ناس جادين وناس إذا يعني ما عندهم أنهم يقولون اليوم إيه وباكر، لا عندهم خطة ماشيين عليها. هذه خطتهم بأنهم لن يرضخوا للولايات المتحدة على الولايات المتحدة أن يعني ترضخ لنا، ولغة القوة هم المستخدمينها. وأعتقد الرئيس الكوري معتمد على هذا الأسلوب، وهو أن تجاهل طلبات أمريكا، رغم أن أمريكا طبعا دائما نعرف أن الناس تتوسل فيها، لكن هم الآن جايين يطلبون ود كوريا الشمالية، لكن كوريا صاد الأبواب وردوهم يعني بأن احنا ما نبي نتفاوض وياكم، ما عندنا شيء معكم يعني. وكان ردهم عنيف جدا، وما توقعوا يعني الأمريكان من كوريا الشمالية ترد بهذه الطريقة، ولكن هذا هو سياسة كوريا الشمالية في التعامل مع الولايات المتحدة. نعم أستاذ حسين عبد الرحمن وسادة المشاهدين، انتقل وإياكم إلى ما قال اليوم لكن بعد هذا الفاصل. عنوان وقال اليوم مشاهدينا، الأمم المتحدة ومسؤولية توفير الحماية للشعب الفلسطيني، من صحيفة الدستور بقلم سري القدوة. ونقرأ فيه: لن يكون هناك أي استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطان الاستعماري عن الأراضي الفلسطينية وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. الكاتب يرى أن سياسات حكومات الاحتلال المتتالية باتت تتمحور حول محور الوجود الفلسطيني من القدس الشريف، وأن الاعتداءات المستمرة على أبناء شعبنا تنطوي بشكل أساسي على سياسة التطهير العرقي وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات عنصرية استفزازية يهدف إلى محاولة تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من المناطق المختلفة. وبفعل سياسات الاحتلال وممارساته باتت المنطقة برمتها تسير نحو التدهور بسبب سياسات حكومة الاحتلال الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني وصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم دون فرض عقوبات عليها وتركها تعبث فسادا في الأرض وتعتدي على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية دون تحريك أي ساكن. من هذا المنطلق يدعو الكاتب إلى حماية دولية للفلسطينيين والمقدسات والأرض من الاحتلال الغاشم. أما الآن إلى الكاريكاتير مشاهدينا بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا نذهب إلى الجانب الآخر من الاستوديو مع ضيفي محمد تلابرا سامي الكاريكاتير، وحول آخر ما توصل إليه في نهاية هذه الحلقة من رسمة الكاريكاتير. أعتقد انتهت حاليا. انتهت طبعا، ومثل ما نشوفها الحين على الشاشة هي خلنا نقول الملاكم أو الشخصية الخارقة اللي هو اللقاح، إنه قاعد يحاول إنه يقضي على الكورونا، وهذا يعني نوع من المبالغة في قوة اللقاح اللي احنا نتمنى الجميع انه يعني يلتزم باخذ اللقاح وان نحاول ان نقضي على هذا الوباء باسرع. نعم ان شاء الله في القريب العاجل نصل الى المناعه المجتمعيه لشعبنا ان شاء الله لتخطي هذه الازمه. ايضا نشارك ضيفي حسين عبد الرحمن الكاتب الصحفي حول رسمه الكاريكاتير لزميلنا محمد ثلاب. محمد ثلاب مبدع، فنان مبدع متميز، ورسام كاريكاتير يعني جميل رسماته، ودائما هو يتكلم ويرسم في الحدث الموجود، يعني يحاكي الواقع، وبالتالي انا احييه واشكره على هذه الرسمه التي تعبر عن
دفع الناس الى يعني اخذ اللقاح لمقاومه هذا الوباء. ونشكر ايضا ثلاب على هذه الفكره الجميله جدا منه في تعزيز الوعي الصحي للمواطنين، وهذا دور الرسامين ودور كل الفنانين التشكيليين او الكاركتيريين او كل من له دور عليه ان يساهم في توعيه الناس. نعم. وفنان مبدع اخونا ثلاب. نعم، وبهذا الكاركتير مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني الا اشكر ضيفي في الاستديو محمد ثلاب على هذا الرسم ووجودك معنا، وايضا الشكر للكاتب الصحفي حسين عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لك. إذا مشاهدينا شكرا لكم موصول لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من ماشية الصحافة. إلى اللقاء.